اخ يا صهري، انكسر ظهري. وحد الله يا ابو صفوان، لا اله الا الله، وحد الله يا رجل. لا حول ولا قوه الا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوه الا بالله. وحدي الله، وحدي الله. لك اختي طولي بالك، لك لو البكى بجيب الغايب لبكيت وبكيت الحبايب. شوفي شو صار فيك، حرام عليكي. شوفي شو صار فيك من كثر الزعل، تقوليني. استعيني بالله يا ام عبدو، استعيني بالله وشدي حيلك، اذا مو مشانك مشان عليا اختي بعد صغيره. لا تقبريني، ما حذرتي انت بتنلعي. شو نسيتي انه هون بيت بنتي؟ قالت لكم نلعوا يعني نلعوا. رويدا سلي حالك، انت ما دخلك. الله يرضى عليك، ما توصلي على شكلك وعدي بناتي الذباب. انا بناتي مذبات اكثر منكم. ايه مثل ما بدكم، على راحتك، بس روحوا بقى. يا ابو صفي مالك؟ ام صفوان قصري الشر وروحي. الجماعه مو ناقصه، خير دمه. خذي بناتك ونلعي من هون. لك حاسه طيب، لك تحكي انت ثانيه، العي معهم. طالعين ياما طالعين، بس حسابك بعدين يا ست رويدا. قالوا لها يا شعبان ليش ما بتجي برمضان؟ قال له بتجي بوقته حلو. يلا روحي يا روح، خلي على عيونك. عفوا طيب، خوفك من جديد. يلا اسكتوا يا شباب، يعني عارفين شو بدنا. يا عليكي يا خير يا مختار، شوفي. والله ما بعرف، بس الصوت قريب علينا، كأنه حوالينا صوت الضرب. اي والله خير ان شاء الله. عدوا يا جماعة لا تخافوا، الشام الله حاليها. كمان عمتك وعمك ابو بطاح ما بينتركوا لحالهم، لازم تفضل عليهم. لا تخافي، انا بموت امك. انت لوين رايحه؟ على بيتي. بس اخوك ابو محجوب بده اياكي تضلي هون تخدميها لامك. ايه بعيوني بخدمني انا، وبكره من الصبح رح اكون هون. ايه بس اخوك ابو محجوب ما رح يهون عليه بروحتك. شلون يعني ما رح يهون عليه بروحتي؟ والله أنا قلت لك وأنت دوس طفلي، ذنبك على جنبي. ذنبي على جنبي؟ أنت ليش عم تحكي معي هيك؟ أنا ما دخلني حبيبتي، أنا جاية حذرك. ولا بدك تكسري كلمة أخوكي؟ لا، إذا بدك تكسري كلمة أخوكي لا، هذا شيء تاني. هلا إذا بدي روح على بيت جوزي كون عم بكسر كلمة أخي؟ جوزي؟ لا عن جد ضحكتيني. ليش وينه جوزك تبريني؟ وينه؟ وفي أخانه. شو قصدك؟ قصدي انه ما حدا راح على اخد عسكر ورجع تقبريني، وخصوصي هديك البلاد اللي راح عليها جوزك. ايه باذن الله رح يرجع، وساعتها اخبطوا راسكم بالحيط. لك انت شلون بيجي من قلبك تحكي هيك عن ابن عمتك؟ اه شلون؟ والله تقبريني، انت بزماناتك حكيتي على اخي صفوان اكثر من هيك، البادي اظلم. يلا يلا. شوفي. ما في شيء اخي، ما في شيء. يلا مشان توصلني مثل ما وصيتك. ايه يلا اخي يلا. هلا 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 بدك توصلني على بيت اهلي. واخي ليش بدي اوصلك على بيت اهلي هيك؟ انا بهذا البيت ما عاد لي قاعده.
وليش بقى؟ لأنه الخانم أختك ما عاد حدا عب عينها يا بعدي. قلت لها بيقول لك أخوك أبو محجوب لا تطلع من البيت عاد يخدمي أمك هالعاجزة. قالت لي أنا ما دخلني ماني مجبورة خدميها أنت. حملت حالها وراحت على بيت أبو وضح. شو هالحكي؟ مرتخي لا تخافي أنا بخدم أمي بعيوني. أنت ما حدا دحشك خليكي على جنب. ماشي هلا وفيا افرطي لنا اياها اطلعي على اوضتك وبكره انا بعرف شغلي معها. قلت لك بدي روح يعني بدي روح. وفيا انا حلفت يمين اذا رويدة بتطلع من هذا البيت انا ماني قاعده هون. لك الله يسامحك ويهديك يا وفوقه. لك ليش تحلفي هلا؟ حلفت ومشي الحال يعني وللبيت؟ ايه للبيت. ولا بدك يعني اكسر حلفاني مشان ضل هون؟ طيب ما في مشكله هلا باخذك بنروح بنسهر ببيت اهلك وبنحمل حالنا وبنرجع لهون وهيك بكون نفد يمينك. إيه لا حبيبي ما بيمشي الحال لاني وقت حلفت يميني كنت قاصده انه رويدة تيجي لهون وتلتزم بخدمه امها واخواتها. إيه انا من غير شيء ظهري عم يوجعني وما عم لحق لك انت وابنك كمان بدكم يعني يخدم امك واخواتك وهي الخانم قعدت ببيت ابو وضح ولا على بالها قاعده ومبسوطه. انتم ما في بقلوبكم رحمه لك حرام عليكم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. روحي قدامي امشي. ماشي رح اطلع جيب محجوب وبقشتي استناني هون. بقى في شي 50-60 شاب من الاجليابي كلياتهم هون من الشام وانا من بيناته وفي معنا ضابط واحد. بعد شو قلنا؟ قال اللي بده يروح مع جيش الامير فيصل يضل بالاجلي واللي ما بده يحمل ضرب طريو ويروح على بيت اهله. ايوه ضل حدا منكم هنيك؟ شي 30-32 واحد يا بيك شي. يعني ما رح تلبس عسكري من هون ورايح؟ لا لا ما بقى البس عسكري بنو حاجتي اللي شفته. لك رايدني اوعي العسكريه تبعك؟ يا شو بدك تساوي فيهم؟ مشان بس اتجوز خلي ابن عمي يلبس لي اياهم. حاكم انا بحب اوعي العساكر كثير. قومي من خلقتي وليه؟ قومي احسن ما اخرتك كفر لك سنانك يقطع عمرك شو متغاظة. يلا يلا لا تقبرني خيط بغير هالمسلة انت واختها. يا مرت عمي يا مرت عمي اختي رويدة حرمة من جوزة يعني ما بصير جيبها من بيت جوزة. بس انا بوعدك انه راح بجيبها كل يوم تخدم على امها وتزبط امور البيت وهي اختي علي عم تقوم بالواجب وزيادة. سامعة يا مو؟ سامعة؟ طلع مالي فضل بنوب. شو في ايدي شلون مالي قدران احركهم من الخدامة؟ لك طبخ ونفخ واولاد وكله بكفي واخرجني بكفي. لك اي لحالة بده خدامة؟ لا تزعلي تقبريني لا تزعلي. بيت ابوكي مفتوح الك ومالك منية على حدا. كلي رغيف وزتي 10. صبحية انت لا تتدخل. هذا شغل نسوان رجال ما بيتدخل. صبرنا وتحملنا وهلا كل واحد لازم يلزم حده. يا ابن عمي هلا اختك رويدة جوزها راح على اخذ عسكر بجيبها لعندها ومتى ما رجع جوزها بتبقى بترجع لعنده. هذا يا سيدي اذا رجع. والله ما بعرف عمي امروا على بيتك هلا بكره بنلاقي لكم حل. يلا موجود الحل يا ابي موجود. بيحمل حاله وبيروح بجيب اخته بيحطها عندهم بالبيت وفضت يا عرب. لك اخته هو حرفيها شيء. لك ما بيصير ما بيصير عدنان. وهلا يا جماعة وهلا شو هلا؟ مرت عمي مشان وفيقة تروح معي. لا حبيبي وفيقة ما رح تروح معك على البيت إلا إذا رجعت أختك على البيت ويكون بعلمك إذا طلعت أختك من البيت وفيقة دغري رح ترجع لهون. شلون يعني؟ ما فهمت. يعني مو ترجع لها يومين ثلاثة بعدين تطلع مرة تانية. بنتي ما لها مجبوره بامك واخواتك. شوفوا لي على قلبي شوف قلبي على نصها. ايه يا ابو محجوب ايه اسمع كلمه حماتك صار يسمعت الله. ولك العمى العمى ولك شلون بيجي من قلبها تترك امها بهالحاله وتروح على بيت عمتها؟ رويدة مالها مقصرة بحق امها بنوم. ايه سيدي مقصرة مقصرة ونص. لك في وحدة بتحترم حالها بتترك امها بهالحالة؟ لك لولا وفوقة الله يجزيها الخير كانت امك هلا بعداد الاموات. وفيقة؟ ايه وفيقة. ليش مين عم يخدم امك غيرها؟ والله يا اخي وفيقة ما عم تقرب على امك. رويدة هي اللي بتسكتوا ليه؟ ما حدا سألك جيناك
جيناكم يا أهل الدار، جيناكم كبار صغار، جينا وما لقينا لا دار.